خرجت الموصل من الحرب بتركة ثقيلة من الخراب والدمار، وأبرز ما خسرته المدينة هي جسورها الستة التي وقعت بين ضربات تحالف الدولي وبين تفجير عناصر داعش لها. وتسبب تدمير هذه الجسور بمعاناة كبيرة عانى منها أكثر من 1,500,000 مواطن يعيشون بين جانبي المدينة. هسه انفتحت هذيك المناطق احتياط، الجانب الايمن احتياط، اهم شيء اهم نقطه سووها هاي احتياط الجانب الايمن كل الجسور، هي اهم شيء هذه. احنا طلاب يعني من الايمن على اليسار، الطالب ما يصل من الثمانيه بالسبعه يطلع للعشره، يعني اشون هاي مع معاناه، بس بفضل الله والحمد لله وبجهود اللي عملوا الجسر العتيق خفف علينا الزخم. هسه من الجانب الايمن لليسار ما تطول 10 دقائق. حققت الحكومة العراقية أكبر إنجاز لها بإعادة إعمار 3 جسور بعد أقل من عام على تحرير المدينة، لتثبت أنها عازمة على إعادة الإعمار كما كانت عازمة على هزيمة داعش. عندما ستنهض مناطق الحدباء سترى أبنائها الخمسة داخلين للعمل إن شاء الله اليوم في الجسر العتيق. وجسر النصر، جسر الهندسة العسكرية ما شاء الله أنه قاموا بنصبه، هذا راح يخفف من حركة الازدحام لسير المركبات، هذا الجسر راح يكون خاص لنقل البضائع، وجسر العتيق إن شاء الله انفتح خف الازدحام وإن شاء الله الحياة عادت، المحلات ده تفتح، الإعمار موجود. إن إعادة إعمار هذه الجسور حقق نتائج إيجابية كبيرة، منها إعادة الحياة إلى المدينة القديمة وتحريك النشاط الاقتصادي في عموم المحافظة، مما حسن الأوضاع المعيشية لغالبية سكان الموصل. فتحة الجسور رجعت الحياة للمنطقة القديمة والمحلات التجارية، شوية شوية بدأت الناس ترجع على بيوتها ومحلاتها، التجار رجعوا، سهلت هاي فتحة الجسور الكثير عن الناس. كان عنده مريض ما كان يقدر يعبر بالمورة الجسور بسبب الجسور، هسه ب5 دقائق انت بالايسر. فيما يترقب سكان الموصل وعود البنك الدولي الذي قرر المساهمة في إعادة إعمار 3 جسور أخرى. إن إعادة إعمار 3 جسور رئيسية في الموصل ساهم بتحسين الأوضاع المعيشية لأكثر من 1,000,000 مواطن، إضافة إلى أنها خففت عن كاهلهم معاناة التنقل بين جانبي المدينة. من الموصل محمود الجماس، بلادي الفضائية.